خير وين بيكون هلا؟ راح وهو مرضان ولسه ما صار له يومين جاي يتجلطة. حرام نتركه هيك. نيفين بلا ما نروح على المدرسة، خلونا ندور عليه. كل الحق عليه، بيستاهل اللي صار فيه. لك شبكي على القليلة عملي خاطر بس لستك المسكينة. شو ذنبها هي؟ مو شايفتيها مقهورة على ابنها؟ بجوز ستي معها حق، بس انتي ليش لتكوني نسيتي انك رح تتطلقي من ابي؟ بعدين هو تركك وفضل عليكي وحده فلتانه، وما عاد لك علاقه فيه ابدا. هي اولى فيه، واخوه وينه ما ياخده؟ ولا كارولين ليش ما تدير بالها عليه؟ بكفي، ماني بحاجه لحدا يقول لي شو ساوي بنوب. روحوا على مدارسكم وانا بدبر حالي. مجد وينه؟ ليش ما اجى فطر كمان؟ ابني وبنتي ما قالوا لي الحمد لله على سلامتك، حتى وانا بهي الحاله قلعوني. لهيك بس ودعت عثمان واجيت بالتاكسي، قلت لحالي بيجي على المينا وبقعد بالسفينه. حتى هي تركتني. لما بتهب العاصفه والسفينه بنص البحر بتدور على اقرب مينا لترسب فيه خلال الوقت، وانت لما بتواجهك مشاكل كبيرة في الدنيا بتلجأ لسفينتك فورا. بس مشكلتك كنت مفكرها انها رح تضل ناطرتك. سفينتك راحت وانت صفيت بلا ملجأ، وبنص العاصفة كمان. يا ربي دخيلة، وين بدنا نلاقيه؟ رح ندور عليه، لا تخافي امي. برأيي نروح نخطر كمان، هو بيعرف اكثر منا، مو احسن ما ندور عليه لحالنا؟ ليش لنقول له اذا هو ومرته تخلوا عن علي بعز مرضه؟ والله ما بعرف، بس قد ما كان بضل اخوه لازم يعرف. كمال ومرته بيحبوا حالهم وما فيهم خير لحدا. طيب جربي خبريهم بس هالمره.